كنت شوف رفقاتي وهن ماسكين ايدين ابهاتهم اتحسر على حالي. كنت فكر بشو حاسين وهن ماسكين ايديهم. احيانا كنت سلي حالي ببعض الالعاب. شو يلي جابك لهون؟ مثل كل مرة انضحك علي وخدعوني كلهم. أصقلت عوسو نجدوا سلاحكم ولا بقتل الجنان. ها خلص ماشي ما حدا يقوس سيدي. اهدى الكل ينزل سلاحه. نزلوهم نزل سلاحك. بنتي تفضل. أنا بدي أطلب منك طلب. تفضل. جوات هاللابتوب في سي دي أحفادي سجلوه كرمال يشوفوا أبوهم. تعرفي اليوم عيد الأب. شو صار ياسمين؟ لسه ما ولدت؟ ماما مرحبا. لا لا لسه ما ولدت. عم استنى. مرحبا. اهلين وسهلين. مرحبا. اهلين سيد رسلان. كيفك يا بنتي؟ مرحبا. منيحه. اهلين بابا. ان شاء الله ما يصير اي مشكله. تف من تمك لك ابني. استغفر الله. ان شاء الله الف مبروك. اجاكم بنتين مثل القمر. يا الله بارك فيك. يا الله الحمد لله. والله ما مصدق. الف الحمد لله. صار عندي بنتين. ليش ما كنت بتعرف انهم توأم؟ بعرف انهم توأم بس على اساس واحد منهم ولد. يعني ما حدا رح ياخذ مكاني بالعيله. والبنات نعمه كمان. كيفها مرتي؟ منيحه وبعد شوي رح ناخذها على الغرفه. الحمد لله. اذا بدكم فيكم تنزلوا لتحت لتشوفوا البنات. ماشي يسلم. ألف مبروك يا أخي. يخلينا ياك. يسلموا. ألف مبروك. يربوا بدلالكم. شكرا شكرا. ألف مبروك. ألف مبروك بابا. تسلمي يا بنتي. ألف مبروك أمين. الحمد لله. أنا صار عندي توم بنات. حبيباتي هدول ليش كل هالقد عم يبكوا؟ معلش يبكوا مشان ينفتح صدرهم. بس ما يكونوا كتير فاجرين. كيف يعني؟ يعني ما يضلوا عم يبكوا بالليل وبالنهار. يبكوا وشو فيها؟ ابني انت شو عم تحكي؟ شرف ضل سنتين وهو عم يبكي. اي والله. ايه على هالحالة تبهدلت. ما عاد تقدر تنام الليل ورح تتناوب مع مرتك. ايه طبعا. اذا على السهر بسهر بس هدول صغار كيف رح اقدر امسكهم؟ أنا بعلمك كيف لأنه بيشبهوا اللعب يلي عندي. دخيل قلبك. آه يا عمري أنت شفتي حفيدتك ناريمان؟ صرتي الأخت الكبيرة هلأ ورح تصيري تعلمي عمك. برافو عليك لأنك طلبتي إن ولدك طبيعي. هي شجاعة كبيرة وأنت حامل بتوأم. شكرا دكتورة عزبتك معي. إن شاء الله ألف مبروك. الله يعطيك العافية. شكرا لك. اختي فريده ليش لسه ما جابوا لي البنات؟ هلا بيجيبون. لا تاكلي هم بس عم بيجهزوهم. ها ما شاء الله عليهم. ليكن اجوا يا روحي. ما شاء الله شو حلوين. يا عمري انا يا حبايبي يا عمري. ما شاء الله شو مهضومين. يا حياتي أنا ما شاء الله. ليك في وحدة نايمة. الله يحميكم. هدول إلنا؟
إلنا يا روحي أنا مثل الحلم مو هيك؟ آه أكيد عم تمزحوا ما هيك؟ هلأ ما عاد في مزح. أول ما بيجوا الأولاد ببلش الهم والتعتير ووجع الرأس. ماما لا تقولي هيك، شيرين عم تطلع عليكي وعم تضحك لي. أمال خانم عم تضحك لي. نزعتيها بنتي، ليش بلشتي بالبكاء؟ يا روحي انت يا عمري، ما شاء الله ما شاء الله. خلص يا بنتي خلص. ما شاء الله ما احلاها. طلعت الثانيه بنت، فصار لازم نشتري لها اواعي جديده، بس الاهم لازم ننقي لها شيء اسم. خلص يا عمري خلص. ياسمين، الحقيقه في اسم خاطر على بالي وحابب سميه. شو؟ طبعا اذا انت موافقه منسميها رشا. ايه الله يخليهم. موافقه. في شي اخبار عن ياسمين؟ عرفت شي عنها؟ ايه عرفت. صحيح، الف مبروك، انت صرت جد. ياسمين خانم جابت توأم بنات. اكيد بنتي منيحه، شفتها شي؟ يعني من بعيد. والبنات؟ انا بعرف دكتور بالمشفى، سالته عنهم. لا تقلق، كتير مناح. بنتين ها؟ يعني مثل بناتي رشا وياسمين، بس انا ما عرفت قيمتهن. ما انتبهت على السروية اللي كانت بين ايدي. غالب بيك في جلسة محاكمة هالاسبوع. انا بعرف بهالشي، بس الندم ما عاد يفيد ابدا. كل شي عملته لازم اتحاسب عليه، وراح ادفع ثمن اعمالي. لا تعذب حالك بشي من شاني. غالب بيك انت متأكد؟ ما بدي تندم بعدين. اصلا ندمان. بدك الصراحة، أنا ما بدي أخذ هالمصاري ولا حطهم بجيبتي، بس بدي أطلع من هون. مو على أساس مالك حدا برا يساعدك؟ مع مين رح تتصلي؟ أنا منيحة. تذكرت واحد بعرفه، بس استني لشوف. والله أنا كتير اشتقت لكم. معك رصيد بالكرت تبعي؟ الرصيد تبعي ما بيكفي. والله وأنا كمان مثلك، أخذتها من حدا. سكرها، تعو زوروني ماشي؟ تفضلي، أنا خلصت. يلا افتحي تمك حبيبي. ها يلا لشوف. اوه اوه هشربي العصير. اه ما طيبو. الو الو كمال. ايه انا، مين حضرتك؟ كمال، أنا سميرة. سميرة؟ أنت مو بالسجن؟ أنا بالسجن مزبوط، بس بدي مساعدتك لحتى أطلع من هون. بترجاك تعال لعندي. اسمعي، ما عاد إلي دخل فيكي ولا مع بنتك منار أبدا. لا تتصلي فيني، لو بتموتي أنا ما رح ساعدك. حلو عني. طيب ماشي، لا تجي كرمالي، كرمال آمال خانو. آمال خانو؟ شو القصة؟ ألو ألو سميرة، مين هاي بابا؟ لا تسأليني، ما بيجي منه غير المصايب. يلا. ما حدا معه كرت مليان، ما قدرت كفي حديثي. يلا يا أختي خلصينا بقى، نحن مو فاضيين نستنى. روحي أحسن ما يعصبوا النسوان عليك. استغفر الله. واحدة بتنام والتانية بتفيق. يا روحي انتو. ما شاء الله. فريدة ممكن دقيقة؟ ماشي. عم تتطلعوا كأنه فهمانة. ناريمان خانم، هالبنوتة طلعت تشبهك كتير. كنت رح أقول هالشي أول ما شفتها،
بس خفتي يقولوا فورا شبهت البنت فيها مشان هيك سكتت. والله عن جد بتشبهني، شقرة مثلي وعيونها فاتحين. تقولي أنا اطلعوا فيها. إيه شو رأيك؟ بجننوا كتير حلوين. إيه وين الطوق؟ رح أخده بكرة مشان يكتب عليه شغلي، رح يعجبها كتير لأمك. أنا كنت رح أشتري شغلة تاني، فجأة إجا زبون على المحل فنقاليا، يعني لو ضليت سنة عم دوير ما بلاقي أحلى من الطوق. صار عندي فضول لأشوفه، كيف شكله؟ لا هي مفاجأة بابا. بعدين أنا رح روح لعند خير الدين، الأولاد أخدوا غصب على الكافيتيريا، ما بينتركوا لحالهم، هلأ ببعزقوا بالمصار. يلا بخاطركم. على شو هم يخططوا الأب والبنت هون؟ ما في شي. البنات كتير حلوين ما؟ وإنتي بنوتتنا الحلوة كمان، تعالي. ماما. يا روحي أنا. عفوا، غرفة زوجة السيد أمير؟ أي هي. في هدية إلهم. خليني شوف مين بعتها. ماشي يلا بعدين بشوفك، أنا مشغول هلأ بشوفك بعدين. لحظة لوين رايح؟ لوين؟ تفضل. إيه والله. يسلموا يا إن شاء الله يربوا بعزكم ودلالكم. يسلم. مع السلامة. كتير حلوة هالعلبة، من رفقاتك بالمركز؟ ما بعرف هلأ منشوف. مبروك، توأم أفقية رح يدفع الحساب. منار أمير شو عم تساوي؟ الشخص اللي بعت لنا هالهدية، علاقتنا من زمان سيئة. بس حركة كتير حلوة منه، الظاهر بده يصالحك بهالهدية. لا مرتخي أنا ما بدي. اختي فريدة روحي فهمي شو صاير، والله قلقت. طيب ماشي. ماما معلش انت تضلي مع ياسمين، انا رايحة شوي. ماشي. الو سليم، رح أعطيك عنوان محل حلويات، تسألهم عن المنار، وإذا في كاميرات مراقبة بتشوفهم. خلاص ساوي اللي عم قلك عليه. طلعت هالحقيرة لتعكر حياتنا. منار بعتت الهدية؟ مرت أخي بترجاكي لا تحكي قدام حدا، وخاصة لياسمين. اصحك. معقولة خبرها؟ طيب نحن شو رح نساوي هلا؟ رح ترجع تنكد علينا؟ أصلاً كنت عم بستنى هيك شي، يعني طول هالفترة ما كانت مبينة لا حس ولا خبر على الفاضي. أكيد عم تخطط لشي لعبة وسخة. هي اللي أخذت الخاتم. أي خاتم بقى؟ اليوم الصبح كنت عند شرف، أنا تركته يا دوب دقيقة دقيقتين، بعدين لما رجعت ما لقيت الخاتم بإصبعه. شفتي شلون هاي حركات وألعاب منار؟ سيد جنكيز، ليش اجيت على بكير؟ وشو دخلك؟ انت جاي تحاسبيني؟ انت قلت رح تتأخر لأنه في عندك اجتماع مهم؟ ما في أي اجتماع، وألغي كل مواعيد هذا الأسبوع. خير إن شاء الله ليكون صاير شي مشكلة معك. اعملي اللي عم بقلك عليه وجهزي لي تذكرة الطيارة، رح سافر لي كم يوم، ولا تفوتي حدا على غرفتي أبدا. ماشي؟ مثل ما بدك. ها. أهلين وسهلين. قولي لجنكيز بدي شوفه. سيد جنكيز لسه لهلأ ما إجا. أنا شفته لما فات لهون، عم قلك بدي شوفه بسرعة وإلا بهد المكان عليكي. طيب لحظة، مين بقول له؟ قولي له شخص كتير مهم. دخيلك يا ربي اجت المصيبة، ما رح تتركني بحالي. استاذ اسمعي،
بتقولي لي اني مو هون، اكذبي لك شي كذبه. سيد جنكيز معنا موجود. لك نادي احسن ما ابتلى فيكي هلا، فهمتي؟ رح شوف مرة تانية. استاذ خلص اسكتي، سمعت، فوتي على غرفتي وانتي روحي، بكفي اليوم. يلا. سيد جنكيز بغرفته عم يستناكي. بأي غرفة؟ الغرفة يلي بآخر الممر. وين ما كنت رح لاقيك. انت ليش اجيتي لهون؟ ها؟ الكل عم يدوروا عليكي. شو يعني بدك تجيبي لي المصايب؟ ها؟ اصلا جبتها لحالك. انت شو عم تقولي؟ جنكيز، هات اعطيني المصاري. اي مصاري؟ ما بعرف شو قصدك. بفهم انه امي ما قالت لك اي شيء، ما وعم تدافع عنا لوجه الله. نحن رفقات من زمان، بس يلي شايفته انه ما ضل شيء على حاله مثل زمان. مكتب كتير فخم وعفش غالي كمان، ولابس طقم رسمي وقرافة، كل شيء تغير. على الحالة شايفة حتى انت كتير متغير. ليك ولا انت ما فيك تكذب علي ابدا. منار، امك قالت لي شو صار، بس ما قالت عن المصاري. لا، قالت لي انت اخذتيهم. لو كانوا المصاري معي كنت اجيت لعندك يا واطي. ليكي لا تدخلوني بقلاعيبكن، روحي حلي خلافاتك ومشاكلك معها. اصلا انا تركت القضيه تبع امك، لا بقى تجي على المكتب، حلوا عني انت وامك. اسمعيني، والله بخبر الشرطه عنك. هذا كل شيء بدك تقوله؟ ايه. أنا رايحة هلا، بس ما بيكون اسمي منار إذا خليتك تتهنى بالمصاري. يا لطيف، كل دي أو في إلى مخرج. كنت عارفاني رح تجي. وقفي 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 وقفي، نحن مو حبايب مثل زمان. اجيت لهون لأنه الموضوع بيتعلق بأمال، ولا ما كنتي شفتي وشي بنوب؟ ما رح أنسى كيف ضربتيني عراسي وكيف بنتك قوصتني. والله أنا قلت لها لا تقوصي، بس ما سمعتني. يلي تركت أمها بنص الطريق وهربت رح ترحمك إلها؟ تركينا من هالكذب وحكي الدغري. هلأ نحن مشينا بهالطريق مع بعض، وأنت أكتر واحد بتعرفني. بعمري ما فكرت إنه الأمور رح توصل لهون. كانت الخطة تبعتنا انتقام بسيط كتير، بس الأمور فلتت من إيدنا وصار في دم، وكله من تحت راسه لمنار. طيب وشو دخل أمال خانم بكل هي القصة؟ ما بدي أقضي عمري كله وأنا بالسجن. كمال بترجاك تساعدني، رح أقلك وين مكان المصاري اللي أخدتهم من أمال، وأنت بتطالعني من هون. شو شايفتيني، شرطي ولا محامي؟ كيف رح طلعك من هون؟ بس اطلب هالشي من أمال، هي بتسمع كلامك. بعدين خلص لقتها لبنتها ورح رجع لك المصريات. لسه شو بدها مني؟ خبرها أني كتير ندمانة وعم أبكي وبعتذر منها كتير، وخبرها أنه منار ورطتني. شو كمال، اتفقنا؟ بكرة رسلان بيك رح يكتب كتابه على أمال خانم. إذا أخذت لها المصاري على الحفلة أكيد رح تفرح كتير. إيه هيك ها؟ يعني مثل زمان. أنا بعرف أنك قدها يا كمال، خلصني من هون. إذا كنتي صادقة معي أنا رح ساعدك وخليها تسامحك. وين المصاري؟ هون المصيبة. وين المصاري؟ عطيتهم لجنكيز. محامي جنكيز؟ لك هالشيطان بيسرق الكحل من العين ومعلم بالنصب والاحتيال، كيف رح أخذ المصاري منه؟ أنت يلي قلت الحل بتمك، سرقه. ما في كاميرات مراقبة بالمحل، بس فوراً تذكروا لمين باعوا العلبة. قال شاب بين الثلاثين والخمسة وثلاثين سنة. قلت لي شاب؟ يعني ما كانت منار؟ لا، الظاهر لقيت شريك جديد يساعدها. طيب فيهم يعطونا مواصفاته؟ لا، ما عم يتذكروا منيح،
بس بيتذكروا الوشم يلي على ايده لانه لفت انتباههم. شو كان شكل الوشم؟ ساعة رملية. أهلين وسهلين فيك. مرحبا أطني خانم، أهلين فيك. كيف صحة الأولاد؟ إن شاء الله مناح وما في أي مشاكل معهم. ما شاء الله صحتهم كتير منيحة وكنتي صحتها منيحة كمان، الله خلصهم بالسلامة. ألف الحمد لله، الله يحميهم من العين والحسد. آمين آمين. يا أولاد غسلوا ايديكم وغيروا اواعيكم بسرعه. ماشي ماما. انا فايته على المطبخ متنا من الجوع. انا بس رح صلي وبلحقك. يلا لشوف. اليوم عرفت قديش كنت أناني لما حرمتك من إحساس الأمومة. شفتي ياسمين قديش كانت فرحانة ببناتها؟ أنتي ما عشتي هالفرحة من تحت راسي. رزلان لا تزعل، اتأخرت بس وفيتي بوعدك وبالآخر أنت جمعتنا مع بعض. هاي انت وبنتي جنبي هلا واحفادي حوالي كمان، هذا الشي بكفيني. صحيح انا خسرت ثروتي وشركتي ومصاريي بس هذا الشي مو مهم ابدا، المهم اني ربحتكم. انسى الماضي ولا تطلع لورا. ما عاد نطلع لورا، خلينا نخطط لمستقبلنا. ان شاء الله الايام الجايه رح نعيشها بسعاده مع بعض. رح تشوفي، رح عوضك عن كل اللي فات. أنا بكرة رح أخذك لمكان. لوين؟ بتعرفي أول ما بتصلي مفاجأة. تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك. خالتي قطني؟ تركتي البيت وطلعتي لبرا شي؟ لا يا بنتي، طول الوقت هون. طيب في شي حدا اجى على البيت اليوم؟ لا ما اجى حدا، بس انا نمت شي ساعة، ما بعرف اذا وقتا ندق الباب وما سمعت. والله ما بعرف يا بنتي. خير؟ شوفي كان حدا رح يجي؟ لا لا انا بس عم بسأل.
فريدة؟ شو عم تعملي؟ ليش سكرتي الشبابيك؟ بدك تخنقينا؟ افتحيهم. يلا افتحيهم. ايه؟ ماما؟ بدي اقول لك على شغلة، بس اصحك، ما بتخبري لا بابا ولا أي حدا بنوم. شو؟ منار رجعت تحوم حوالينا. شو؟ اليوم بعتت على المشفى علبة شوكولا باسمها، وقبل هيك اختفى خاتم شرف من إصبعه. جيت على البيت لقيته بغرفتي. أي غرفة؟ هون؟ أي؟ ما بعرف ليش عم تخطط، بس لازم ندير بالنا وننتبه. شرف، بلكي أذته. معقولة؟ معقولة تقتله أو تخنقه؟ لا مستحيل، أمير عنده خبر، أكيد بيكون أخذ احتياطه. ما صدقنا انفرجت علينا لحتى تطلع لنا بنتها الحرام. رح نعيش على أعصابنا. يا سلام يا سلام يا سلام، تاركين الخزنة قدامي مشان ما أتعذب. يا ريت كمان تكون الخزنة مفتوحة. يلا لشوف يا كمال. رح تتعبيني بس رح أصبر. أمير البنات كتير حلوين، ما عم بقدر شيل عيوني عنهم. أمير، أنت متضايق من شي؟ من أول ما أجت العلبة وأنت بهالحالة؟ ما في شي حبيبتي. ليش الشرطة عم تحرس الباب؟ خلص قلتلك ما في شي. يلا أنت نامي ارتاحي شوي، بعد شوي لازم ترضعيهم للبنات. ماشي؟ برافو عليك يا كمال، ما في شي بيصعب عليك أبدا. إيه؟ وين المصاري؟ يعني بس هدول؟ شو هاد؟
والله تاريك مثل التعلب مانك قليل. شوف هالزكي مبدل المصاري بالألماس. عن جد بتشكرك كتير. أه؟ وفرت علي كتير تعب ووقت، بس انت ما نسيت شغلة مهمة؟ مو لازم تعطي هالألماسات لصاحبهم؟ أه. أصلاً أنا رح أخذهم لعند صاحبهم، يعني لعند أمال خانه. لا تخبصوا لك حقير وترك الكيس من إيدك، أحسن ما أوصك. بعدين انقلع من هون، وإذا درت وشك لورا بأوصك مثل ما أوصت عليك هديك المرة بعملها هلأ كمان. ماشي يلا تعي وخديهم. شو عم تعملوا له؟ أنا جوعان. تركوا له كمان بكفي. ليك والله العظيم بأوسك هلأ. تركهم. اصحك اصحك لا تبلعهم كمان. إذا قتلتيني ما عاد تقدري تاخدي الألماسات بحياتك. مرت أخي؟ ليه إجيتي؟ منار جاي على البيت، لقيت الخاتم بغرفتي. هي أكيد رح تعمل شي. لا تخافي ما بتقدر تعمل شي، ليكي الشرطة هون رح يحموا ياسمين ورح يحموا أخي كمان. ليش هالمخلوقة ما عم بتحل عنا؟ ها؟ لسه شو بدها منا؟ أخذت كل مصريات أمي وجوزي بين الحياة والموت بسببها، لسه شو بدها منا؟ أنا ما عم بفهم. مرت أخي بدها تصفي حسابها معك. طيب ليش ما عم تصفي هالحساب ونخلص؟ لأنا حابة تعذبك أكتر وهيك بتنتقم منك. ولك بدك تطالع لي هالألماسات من بطنك، راح تطالعهم كلهم فهمت ولا كلهم؟ والله مو بإيدي يا حياتي. حاجتك مسخرة ولك حقير، أحسن ما أوصك هلا وبعدين طالع معتك لبرا فهمت ولا؟ اسمعي أنا في عندي طريقة أسهل بكتير لتاخديهم، بس بدك تستني شوي لأنه هاي الشغلة مو بإيدي. اصبري شوي بتاخديهم. ولك الله ياخدك عجنة من الحمرة. سوق السيارة على المشفى. ما فيك تضحك علي، أنا رح أبعج لك بطنك بغرفة العمليات وطالعون. امشي. يمكن ما رح لحق للمستشفى، ما بعرف بلشوا الألماسات اللي أكلتهم يتحركوا. لا تعمله. اصحك اصحك كمال انتبه. اصحك والله بفضي هالمسدس براسك وبعدين باخد الألماسات بطريقتي. سوق على المشفى. سوق سوق. يكفي كمال. مرد أخي أنا برأيي روحي، بعدين بكرة في عندكم حفلة كتب كتاب ولازم تجهزي أمورك لهالمناسبة. ما عاد إلي نفس أحضر الحفلة، وين ما بروح بتلحقني، قلبي مقبوض وخايفة، حاسة إنه بكرة رح يصير شي سيء. الله لا يقدر. هالشيطانة ليش طلعت بعد هالشهور؟ شايف إنها رجعت تلاحقنا؟ نحن اللي عم نلاحقها هلأ، بس هالمرة رح تكون نهايتها، رح تتحمل جزاء أعمالها. روح من هون على اليمين، خلينا نفوت على شي مشفى. لك كمال خفف السرعة رح تعمل حادث. إذا بيطلع بإيدك خففيها. أنت شو عم تساوي؟ ليش ما فتت على اليمين؟ لك ارجع لورا. تأخرت كتير، خلص راحت عليكي، ما في رجعة لورا. كمال والله بأوصك أنا عم لك ارجع لورا. أوصي أوصي، يعني الواحد كم مرة رح يموت؟ كمال. أنا بدي إنهي كل شيء هلأ. كمال بدي خلص الدنيا من وحدة وسخة مثلك. كمال وقف وقف. وقف وقف، رح تقتلنا. ما رح وقف. عاملك وقف. أصلاً أنا بدي هذا الشيء. مجنون يلا وقف. بدي موت لهون وبس، وأنا بدي موتك معي. كمال وقف. كمال خلاص لا تعمل هيك، انت رح تقتلنا. اعملها بكفي بقى لو بدي موت، المهم اني اخلص منك للابد. لا تعملها.
صار لك شيء يا أخي؟ ليش كنت عم تهرب؟ رح أطلب سيارة الإسعاف. انجرحت أو عم يجعك شيء قلي. والله موجوع بس مو من الحادث، مزنوق بشغلة تانية. لو قلت لك ما رح تفهم علي. رح تجي الإسعاف، طمن. يلا رح تجي هلأ. خلينا نروح. كانت رح تخطف كمال تحت تهديد السلاح، وهداك ليخلص منا عمل حادث. ومنار هربت بسرعة قبل ما تجي الشرطة. ما عم بفهم كيف كل مرة بتلاقي طريقة لتهرب وتخلص حالها. ما رح توقف لتوصل لغايتها. بابا عم يتصل. كنا رح نتلاقى. أهلين بابا. فريدة وينك يا بنتي؟ لسه ما رحتي لعند أمك؟ لا أنا لساتني بالمشفى. الأمور فاتت ببعضها. ليش شو صار؟ في شي مشكلة؟ ايه في. اسم المشكلة منار. هاي المخلوقة شكلها ما بدها تحل عنا أبدا. اجت على المشفى؟ لو بس لهون مو مشكلة. عم تلحقنا وين ما رحنا وبلاقيها بكل مكان. خايفة اطلع من المشفى وتيجي تعمل شي شغلة. ما فيني اترك جوزي. ما رح اجي. انا بترجاك تسامحني. بس اليوم كتب كتابي. كل شي لحال يا فريدة. مين رح يجيب امك ويكون جنبها؟ مرت اخي؟ ما بصير تتركيهم بهيك يوم. روحي وانا بوعدك ما يصير اي شي لاخي. فريدة بترجاكي. طيب أول ما نكتب كتابنا أنا وأمك ترجعي على المشفى. يلا بنتي لا تكسري بخاطري، ما عنا وقت. عملنا مفاجأة لأمك. يلا بترجاكي. طيب بابا أنا رح روح جيب الماما. لا تشغل بالك. شو رأيك لابقي؟ لا تلعبي فيها، هلأ بتخربيها. قبل شوي زبطها، كتب الكتاب على ثلاثة، وهي الساعة رح تتوقف بعد 20 دقيقة من كتب الكتاب، والقنبلة اللي رح تكون تحت الطاولة رح تنفجر فيهم. للأسف كل هذا التخطيط على الفاضي، لأنه مقابل خدمتك ما رح أقدر أعطيك أي شيء. مجنونة وغبية، ما قدرتي تاخدي المصاري؟ لا تشغلي بالك، نحن في بيناتنا اتفاق. يعني رح تساعدني وتكمل الخطة معي؟ ها؟ بس يجي الوقت المناسب بقول لك كيف تدفعي لي ثمن خدمتي. بتعرف إذا الواحد طلع بطريق طويل بيفكر إنه ما رح يرجع، وأنا هذا اللي عم حس فيه. حس كأنه في شي مو منيح رح يصير معي هلأ. ما بعرف ليش هيك. بدي اتطلع بوشك لأحفظ كل تفاصيل. عارف أنا خايفة كتير أنسى ضحكتك وأنسى نبرة صوتك كمان. ما بتعرف قديش أنا خايفة ضيعك وما نلتقي. أنا رح ضل حبك لآخر نفس بتنفسه. بترجاك لا تبعد عني.
حاول تفيق من شاني ولا تتركني. بترجع ناريمان. شوفي خير الدين، ليش تفاجأت هيك؟ شعراتك حلوين هيك. ايش بدي ساوي، ضبيتهم وما حطيت مكياج كمان، احسن ما يحكوا علي العالم. ابنة بالمشفى وعم تتغندر. اصلا ما انك بحاجة للمكياج، انت لساتك حلوة مثل زمان. خير الدين مشان الله شو هالحكي. مشاكل الحياة وهمومة نستنا كتير شغلات مهمة بحياتنا، وكأنه نحن ناقصنا ليفوت الزعل بيناتنا.